وفي سياق متصل، الحملة الوطنية للتطعيم تدخل شهر الثالث وسط إقبال كبير من قبل المواطنين والمقيمين الراغبين في تلقي اللقاح المضاد لكوفيد 19 في مشهد يؤكد استجابتهم لرسالة الطواقم الطبية بضرورة وأهمية اللقاح. نعم، مواطنون ومقيمون أشادوا بسرعة وسهولة عملية التطعيم في المركز الوطني في مشرف وكذلك المراكز الصحية الأخرى، مثمنين الدور الكبير للكوادر الطبية بالاهتمام بهم وبرعايتهم منذ بدء تلقي اللقاح وحتى نهايته. إذن رافعين شعار نعم للتطعيم لتجاوز الجائحة الصحية. أكثر من 90 يوما مضت على انطلاق حملة التطعيم ضد كوفيد 19 وسط إقبال كبير على تلقي اللقاح من قبل المواطنين والمقيمين الذين رفعوا شعار نعم للتطعيم للتصدي لخطر الجائحة الصحية التي تمر بها البلاد. في الإقبال حيل كبير والوعي واضح أنه زاد عند الناس، وهذا شيء الحمد لله يعني نحمد الله عليه عشان ساعدنا في التخلص من هذه الجائحة وأن نعديها بسلام. المناعة المجتمعية هي الحل الوحيد للتخلص من هذا الوباء، وأن نعدي المرحلة هذه اللي هي تقريبا راح تكمل سنتين بعد كم شهر، فإحنا محتاجين أن نكمل بالتطعيم لما نغطي أقل ما فيها 70% من الشعب، وإن شاء الله بإذن الله أن بعد هالخطوات هذه كلها أن الأمور أنها تتحسن والوباء يزول. تطعيم ترى جدا آمن، وننصح جميع المواطنين بالتسجيل والإقبال على التطعيم لحماية أنفسهم ونتقدم بأمان لهم أكثر. جدا مهم التطعيم للكويت، لازم جميع المواطنين الإقبال والتسجيل على التطعيم. جهود كبرى تبذلها الطواقم الطبية في مركز الكويت للتطعيم والمراكز الصحية الأخرى بهدف استيعاب أكبر عدد من الراغبين بالتطعيم وسط تأكيدات طبية على مأمونية وسلامة اللقاحات في دولة الكويت. أنا بصراحة أشجع الكل يطعم، لأن دام إن في داء ولقينا له دواء هذه نعمة من رب العالمين. ورايب عملية التطعيم هنا كل الشكر لهم صراحة، جهود واضحة وترتيب، والله يعز الكويت. تطعيم جيد فوق الجيد صراحة، شيء منظم شيء منظم، والحمد لله على كل حال. الحمد لله طلعنا الشهادة، والله يشافي جميع المرضى إن شاء الله ويطعمون كلهم إن شاء الله. التطعيم الثاني للقاح فايزر ولله الحمد تمت الأمور أسرع من المرة اللي طافت، يعني من مجرد دخولك البوابة وخروجك استغرق الأمر كله 5 دقائق تقريبا، وإحنا ندعو بطبيعة الحال إلى التطعيم. إحنا بالكويت خير ونعمة ولله الحمد، ما حسناش خالص بأي مجهود ولا أي تعب ولا حاجة، جينا دخلنا وكل حاجة منظمة وكل حاجة مرتبة والحمد لله، يعني على طول ما حسناش بتعب ولا حاجة. كويت ربنا يديمها بلد أمن وأمان طول عمرها، وإحنا بنحبها. نعم للتطعيم. نعم للتطعيم، والله نعم للتطعيم. نعم نعم للتطعيم 100 مرة. نعم 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 للتطعيم هي الكلمة التي باتت تترجم على أرض الواقع من خلال الإقبال الكثيف على تلقي اللقاح المضاد لكوفيد 19 في سبيل الوصول إلى المناعة المجتمعية تمهيدا للعودة الكاملة للحياة الطبيعية. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.